بسم الله الرحمن الرحيم، دكاترتنا الجامدين أتمنى تكونوا كويسين. في الحصص اللي فاتت اتكلمنا عن البون وعرفنا إنه نوع خاص من الكونكتيف تيشو، وفي الماتريكس بتكون هارد. هو ليه نوع خاص؟ هو ليه مميز؟ ده كان على رأسه بطحة. الغطاء المحيط بالعظمة من الخارج كان اسمه بيري أوستيوم، وسيادتك عارف إن البون يختلف عن الآخرون في كونه ليه غطاين. لو الخارجي بيري أوستيوم، فالداخلي المحيط بالبون مارو كافيتيز الداخلية اسمه إندوستيوم. خدنا الخلايا وكان عددهم 4. خلايا الجنين، الخلايا الجذعية اللي كل دورها في الحياة تنقسم وتدي بقية الخلايا، كان اسمها جينيك أوستيوجينيك سيلز. الخلية التانية كان اسمها أوستيوبلاست، وكلمة بلاست يعني مصنع، ده دي الخلية اللي بتصنع الماتريكس. الخلية التالتة كان اسمها أوستيوسايت، ما هي إلا أوستيوبلاست كبرت وعجزت وقعدت في بيتها. وعن الأوستيوسايت قلت لحضرتك إن أهميتها تتمثل في 2 إم، الإم الأولى مينتيننس أوف بون مش عايزها، الإم التانية فاكرها كانت البرنسبل سيل أوف ميتشر بون، العظمة الناضجة، هعوزها النهاردة. الخلية الرابعة والأخيرة كان اسمها أوستيوكلاست، ودي ما هي إلا ماكروفيج آكلي عظام البشر. النهاردة هنقسم البون اللي موجود في جسمك. قسم لي البون. البون اللي في جسمك ده مش عظمة واحدة، مش نوع واحد، ده كذا نوع. طب انت هتقسم على اساس ايه؟ ما انت لو هتقسم اناتومي هيبقى كلام، لو هتقسم هيستولوجي الكلام هيختلف. هتقسم على حسب ايه؟ انا عندي 3 كلاسيفيكيشنز، هقسم على حسب 3 حاجات. اما اناتومي، ودي مش عايزها، ده في الاناتومي هناك خدناه في اولى ابتدائي، قال لك ان في عظام طويله لونج بون زي الهيومرس زي الفيمر، قال لك ان في عظام قصيره شورت بون زي عظام الهاند، في عظام الريجولار زي عظام السكال الجمجمه، وعظام فلات مسطحه زي السكابولا ورا. انا مش عايز الاناتومي، كلمني في التقسيمه التانيه اللي هي على حسب الميتشوريتي، على حسب نضج العظم. العظم ده ناضج ولا مش ناضج؟ مستوي ولا لسه ني؟ هقسمها عندي نوعين. النوع الاولاني برايمري بون، وكلمة برايمري يعني عظم اولي، والنوع الثاني سكندري بون، عظام ثانوية. العظام الاولية اسمها الثاني اميتشر، عظام غير ناضجة لسه ما استوتش. اسمها الثالث ووفن، وكلمة ووفن يعني عجينة. كله في بعض. النوع الثاني قلنا اسمه سكندري، اكيد اسمه الثاني ميتشر. ولو دي عجينة كله في بعضه غير منتظمة، هتبقى دي منتظمة مرتبة في طبقات يعني لاميلر. شكرا، انت كده خلصت المقارنة، انقل على اللي بعده. خلصت المقارنة ازاي؟ انت مش حفظت لي الاسامي، مش حفظت الانواع، يبقى انت خلصت المقارنة. تعال اقول لك ازاي. لو دي برايمري، كلمة برايمري يعني اولية، ده اول عظم بيتكون، الفيرست بون تو بي فورمد ان فيتس، اول عظم بيتكون في الجنين. كلمة اميتشر يعني غير ناضجة، يعني لسه ما استوتش، يعني ماتريكس قليل. ارجع لضبش، مش قالك اللي بيمسك التشو بتاعك، اللي بيسوي التشو بتاعك هو الماتريكس؟ لما اقولك ان دي لسه ما استوتش، يعني اكيد الماتريكس قليل، معرفش يسويها. الكلمة التالتة ووفن، وكلمة ووفن يعني عجينة كله في بعضه، بالانجليزي يعني irregular. اكتب على جوجل عجينة وترجمها، يطلع لك ترجمتها انها irregular. يبقى انت خلصت ولا ما خلصتش؟ قلت لي انها برايمري، الفيرست بون تو بي فورمد ان فيتس، قلت لي انها اميتشر، لسه ما استوتش، يعني الماتريكس قليل، اباندنت سيلز لس ماتريكس. قلت لي انها ووفن يعني عجينه، يعني الفايبرز كله في بعضه الريجولار فايبرز. المثال بتاع حضرتك التوث الفيولاي، حضرتك السنان بتاعتك بتبقى بالشكل ده. السنة رشقة في تجويف اسمه اللثة، خلاص من جنب التجويف في عظمة سندة التجويف بتاعك، طبعا هي مش شكلها كده بس انا برسمها توضيح. العظمة اللي سندة التجويف بتاعك
ما انت مش هينفع تحط لي السنة في وسط تجويف زي بلاستيك كده خلاص طري وتسيبها وتمشي، ما انت لازم تسندها، بتسندها بعظمة، العظمة دي يا بيه برايمري بون، شيء لا يذكر. العظمة اللي جنب اللثة اللي راشقة فيها السنة حوار. يبقى انت تعرف ان التوس الفيولاي بس هي برايمري بون، وقال لك العظم اللي بيتكون بعد الفراكشر. انت لما بتكسر العظم بتكونها من اول وجديد، فلازم هتحط برايمري بون بعد كده ترمي تخليه سكندري، ترمي عليه كالسيوم وتخليه سكندري براحتك. يبقى البرايمري اسمها التاني اميتشر، اسمها التالت ووفن. انت كده خلصت المقارنه. برايمري يعني الفيرست، يبقى فيرست بون تو بي فورمد ان فيتس. اميتشر لسه ما استوتش يعني الماتريكس قليل، ووفن يعني عجينه كله في بعضه يبقى الريجولار فايبرز، والمثال بتاعها توس الفيولاي وقلنا اماكن الفراكشر. السكندري مش هنتكلم عنه، اعكس دي السكندري يبقى ده بيرمننت بون، ده اللي هيكمل معاك مش الفيرست بون اللي تو بي فورمد ولا حاجه، ده العظم اللي هيكمل معاك بقيه حياتك. كلمه ميتشر يعني استوت يعني الماتريكس كتير، وقلنا البرنسبل سيل اوف ميتشر بون كان اسمها اوستيوسايت، شفت لازمتها جت فين؟ يبقى الميتشر لازم اقول له انه بيحتوي على اوستيوسايتس كتير، ده مستوي، ده مليان اوستيوسايتس. رقم 3 لاميلر، يبقى الفايبرز مرتبه في لاميلي في طبقات، هنا كانت الفايبرز الريجولار كانت عجينه ووفن، هنا لاميلر مرتبه في طبقات. خلصت لي المقارنه، المثال بتاعها طبعا كل العظم اللي موجود في الجسم. خلاص اذكر له اي عظمتين في الجسم. يبقى انت كده خلصت. تاني كلاسيفيكيشن قلنا على حسب الماتشوريتي، على حسب النضج. وكلمني بقى على الهيستولوجي، انا راجل بتاع هيستولوجي، انا مالي ومال الاناتومي ومال الباره، انا مالي. كلمني عن الهيستولوجي، هقول لك ان انا بقسم العظم في جسمي على حسب الهيستولوجي الى نوعين، اما كومباكت بون عظمه ناشفه، اما سبونجي بون، انا سبونجي بوب عظمه سفنج. خلاص كده هنتكلم عن الكومباكت والسبونج، ده هيتقلب. الكومباكت بون يعني عظمه ناشفه، انا كاتب لك عظمه ناشفه في المذكره، طلع لي منها سهمين. كلمه ناشفه يعني هارد، يبقى دي هارد اورجانيزد بون، عظمه ناشفه صلبه حجر. بالله عليك لما هي ناشفه هي كونها ناشفه ليه؟ اكيد محطوطه في اماكن ستريس، اكيد محطوطه في اماكن ضغط، لو ما كانتش ناشفه كانت هتتكسر بسهوله. ايه اكتر مكان ضغط في العظمه؟ الشافت، نص العظمه. العظمه عندك بالشكل ده، المنطقه اللي فوق اللي هي الاند دي اسمها ايبيفيسز، والشافت اللي في النص اسمه ديافيسز. في منطقة انتقالية بين الإبيفيسس والديافيسس اسمها ميتافيسس، كلمة ميتا يعني تشينج، يبقى دي المنطقة اللي بتغير فيها الإبيفيسس بالديافيسس. ماشي، الكلام ده كله ما يخصنيش، أنا اللي يخصني أقول لك إن الديافيسس دي منطقة تنشن، منطقة شد، منطقة لازم تكون قوية. ما انت بتحمل على الشافت، بتحمل على الديافيسس، فلو الشافت بتاعك مش قوي العظمه هتتني، هتتقوس، العظمه ممكن تتكسر اصلا. يبقى لما تحط لي الكومباكت بون في الشافت يبقى ده مكانه الصحيح. يبقى اماكن وجود الكومباكت بون العظمه الناشفه، لازم تقول لي في الاماكن اللي محتاجه سترينث فور سبورت، لازم تدعم، لازم تقوي، زي الشافت اوف لونج بون. وفي بالنسبه للفلات بون الانر والاوتر تيبل اوف فلات بون. خلاص ده كله طلعته من كلمه ناشفه. يبقى كلمه ناشفه يعني هارد، التعريف بتاعها هارد اورجانيزد بون، اماكن وجودها دي ناشفه ليه؟ فور سبورت اند سترينث. يبقى اماكن وجودها في اكتر اماكن محتاجه السبورت في العظمه اللي هي الشافت، يبقى شافت اوف لونج بون، والانر والاوتر تيبل اوف فلات بون زي الاسكابلا. خلاص انا بقول لحضرتك دي كومباكت بون، في الاول وفي الاخر هي بون. يبقى لما تيجي تكلمني عن الاستراكشر، طبق كشري يتكون من ارضيه ماتريكس ارمي فيها ريجولار كولاجين فايبرز، يتكون من حبات رز وعدس ومكرونه سيلز اوستيوسايت. خلاص والاوستيوسايت بقى اوصفها له، هي عباره عن فلات سيلز وفيها بروسيسز اسمها دندريتك بروسيسز ماشيه في كانالكولاي، والقصه دي كلها.
خلاص كده عبارة عن كفرنج. ده طبق الكشري ده مميز، المطعم ده مميز، الكفرنج بتاعي كان اندوستيام وبريوستيام، ولازم اقول له الفرق بينهم. فاكر الفرق بينهم؟ البريوستيام مكون من طبقتين، الخارجية فايبرس للحماية والداخلية سيلولار وفاسكولار، اما الاندوستيام كان بيتكون من طبقة واحدة بس سيلولار. وتقول له القصة دي كلها. خلاص انا اللي يهمني في الكومباكت بون الاستراكشر بتاعها. البيري اوستيام ده الغطاء المحيط بالعظمه من الخارج، بيبقى فوق بالشكل ده، ده بيري اوستيام، وده اندوستيام الغطاء المحيط بالبوم مارو كافيتيز الداخليه. بين البيري اوستيام والاندوستيام اربع طبقات، وده المهم في الحصه بتاعت النهارده. اربع طبقات بين البيري اوستيام والاندوستيام، مرتبين من فوق لتحت، من عند البيري اوستيام لحد الاندوستيام. اوتر سيركمفرنشال لاير او لاميلي، اوتر يبقى اللي بره، يبقى دي الاوتر موست تحت البيري اوستيام. الطبقه الثانيه اسمها فيرجن سيستم، وهي دي حصه النهارده. الطبقه الثالثه اسمها انترستيشال لاميلي، وكلمه انترستيشال يعني ان بتوين، في النص. الطبقة الثالثة اسمها inner circumferential lamellae، يبقى inner يبقى دي الانر موست عند الاندوستيام تحت. هنتكلم ازاي عن الطبقات دي؟ اولا الاوتر circumferential lamellae هي شرحة نفسها، مش محتاجة كلام. لو اوتر يبقى اكيد تحت البريوستيام، يبقى لايد اندر البريوستيام. خلاص ده دي الاوتر موست، اكتب زي ما اكتب باي اسلوب، المهم تقول له ان الاوتر ليها علاقة بالبريوستيام. اوتر سيركمفرنشال لاميلي، كلمه لاميلي يعني ارينجد ان لاميلي، مرتبه. خلاص ريجولارلي ارينجد يا عم، يبقى الاوتر اوتر يبقى بري اوستيام، لاميلي يعني ريجولارلي ارينجد لاميلي. الطبقه الثانيه اسمها الهافيرجن سيستم، وتركيز من حديد. الهافيرجن سيستم يا صديقي اكتب لي جنبها رقم 5، هي عباره عن 5 حاجات، او هنتكلم في 5 نقط. الهافيرجن سيستم، النظام الهافيرزي ده نظام بيبقى جوه العظمه، من جوه جوه العظمه. خلاص النظام الهافيرزي نظام دقيق جدا، عباره عن، مش هو اسمه هافيرجن سيستم، عباره عن سنترال كانال اسمها هافيرجن كانال، قناه في النص كده اسمها هافيرجن كانال. طب ايه فايده القناه دي؟ ما هي العظمه كلها كالسيوم، العظمة كلها ناشفة، ما فيهاش حتة العظمة تعيش منها. أمال هتاكل وتشرب منين؟ ما أنا لازم أحط لها الغذاء جوه تجويف، وإلا الكالسيوم هيجي على الغذاء ده يفطسه ويموته. فبخلق تجويف اسمه هافيرجن كانال، أرمي فيه بلاد فيسلز ونيرفز، عشان العظمة يوصل لها نيرف إندنج، والعظمة يوصل لها أكل وشرب. ما أنا لو العظمة عندي بالشكل ده كلها كالسيوم، كلها مقفولة، كلها كومباكت، هتاكل وتشرب منين؟ هتتغذى منين؟ هيوصل لها نيرف ازاي؟ فبخلق تجويف في النص اسمه الهافيرجن كانال. الهافيرجن كانال ده بحط فيه البلاد فيسلز والنيرف اندنج اللي عندي، بحيث يغذي العظمه ويوصل لها احساس. يبقى الهافيرجن سيستم يتكون من قناه في النص، قناه وسطيه، قناه مركزيه، سنترال هافيرجن كانال على نفس الاسم. الهافيرجن كانال اوصفها لي، هي عبارة عن قناة داخلية تحتوي على اكل وشرب الخلية، مرتبين او متوصلين بقنوات عمودية اسمها القنوات الفولكمانية. اغنية. يبقى كلمني عن الهافيرجن سيستم، هتقول لي رقم 1 ده مكون من سنترال كانال اسمها الهافيرجن كانال، القناة الهافيرزية. اوصفها لي، هي عبارة عن قناة داخلية فيها اكل وشرب الخلية، متوصلة بقنوات عمودية اسمها القنوات الفولكمانية. قناة داخلية يبقى lined by endosteum، فيها اكل وشرب الخلية، يبقى تحتوي على blood vessels ونيرفز، متوصلين بقنوات عمودية، كل هافيرجن كانال متوصله بالهافيرجن كانال اللي جنبها بقناه بيربنديكولار، قنوات متعامده على نظام الهافيرجن سيستم اسمها فولكمانز كانال. يبقى قناه داخليه لايند باي اندوستيام، تحتوي على اكل وشرب الخليه بلاد فيسلز ونيرفز، متوصلين بقنوات عموديه بيربنديكولار اسمها قنوات الفولكمانيه، فولكمانز شانلز او فولكمانز كانالز. خلاص
كلمتني عن اول حاجه في الهافيرجن سيستم، واللي قلت لك هو 5 حاجات. اول حاجه كانت قناه مركزيه اسمها سنترال كانال، هافيرجن كانال، واغني الاغنيه زي ما انت عايز. رقم 2 قال لك الكانال محاطه بطبقات من البون. لما نيجي نرسمها هتبقى بالشكل ده. انا عايز ارسم الهافيرجن سيستم. هقول لسيادتك انه قناة وسطية عبارة عن هافيرجن كانال بالشكل ده، فيها اكل وشرب الخلية، فيها بلود فيسلز، وفيها نيرفز، محاطة بطبقات من البون، من 4 ل20 طبقة من البون بتبقى بالشكل ده. البون لو تلاحظ واخد شكل حلزوني، انا رسمه في شكل هيليكال، يبقى انت كده اتكلمت عن 3 نقط من غير ما تتكلم، من غير ما تحس. اول حاجة قلتلي ان في قناة وسطية اسمها سنترال كانال. تاني حاجة قلتلي السنترال كانال متحوطة بطبقات من البون عددهم من 4 ل20 بون لاملي. الطبقات دي مرصوصة في شكل حلزوني، يعني ليها هيليكال كورس. بين الطبقات وبعضها موجود خلايا الاوستيوسايتس. فاكر خلايا الاوستيوسايتس؟ كانت موجودة انسايد لاكونة، هي خلايا فلات طالع منها بروسيسز موجودة بداخل لاكونة. تمام، ووصف بقى اهي بالشكل ده. قلنا انها خلايا فلات طالع منها بروسيسز اسمها دندريتك بروسيسز، موجوده انسايد لاكونا. البروسيسز ماشيه في كاناليكولاي، الكاناليكولاي متوصله ببعض بجاب جانكشن. فاكر القصه بتاعت الاي ام في الاوستيوسايت؟ وظيفه الاوستيوسايت ايه؟ وظيفه الكاناليكولاي انها ريسيفر، ريسيف نيوتريشن اند اوكسجين فروم هافيرجن كانال. انا قلت لحضرتك ان الهافيرجن كانال تحتوي على اكل وشرب الخليه، الخليه اللي هي اوستيوسايت. الاوستيوسايت بتستقبل، موجوده في المكان ده عشان تستقبل النيوتريشن من الهافيرجن كانال وتصدره لبقيه العظمه او تغذي اخواتها الخلايا. خلاص، يبقى تاني عشان الرسمه دي عيان. انا قلت لحضرتك انا ساقط رسم على فكره، يعني انا كنت صاحب الرقم القياسي في ملاحق الرسم، محدش كان بيسقط في الرسم غيري. اول حاجة هي عبارة عن سنترال كانال اسمها هافيرجن كانال بالشكل ده، تحتوي على اكل وشرب الخلية يعني بلود فيسلز ونيرفز. ماشي، نحط اند عشان ايه الناس ما تزعلش. محاطة بطبقات من البون 4 ل20 بون لاملي. مش هنرسم بقى 4 عشان بتبوظ شكل الرسم. بين البون لاملي موجود خلايا فلات كان اسمها اوستيوسايت. اوصفها لي. هي عبارة عن خلايا فلات موجودة انسايد لاكونا طالع منها بروسيسز، البروسيسز ماشية في كاناليكيولاي، الكاناليكيولاي متوصلة ببعضها بجاب جانكشن. وظيفة الاوستيوسايتس انها بتاخد ريسيف النيوتريشن من الهافيرجن كانال وتوصله لاخواتها الخلايا او بقية العظم. يبقى اتكلمنا رقم 1 عن سنترال كانال، رقم 2 اللي هي الهافيرجن كانال، رقم 2 محاطة ببون لاميل 4 ل20 واخدين هيليكال كورس، رقم 4 الكوندروسايتس وقلت قصتها، رقم 5 جيت من بره ورشيت لي طبقة اسمنت عشان تمسك لك النظام بتاعك. خلاص، رميت لي طبقة اسمنت من بره، سيمنت لاين، رميت لي فايبرز من بره عشان تقفل النظام بتاعك، تقفل على النظام بتاعك مفيش أي حاجة تدمره، ده أهم نظام موجود جوه الخلية. بص يا بيه، ده فيه بلاد فيسلز ونيرفز، ده أماكن الأكل والشرب والإحساس بتاع العظمة. لو بوظته لي العظمة ولا هتاكل ولا هتشرب، يعني هتموت ومش هتحس إن هي بتموت. يبقى أهم نظام في العظمة هو الهافيرجن سيستم. اكتب لي جنبه 5. حضرتك عارف ان الخمسة دول اول حاجة سنترال كانال على اسمه اسمها هافيرجن كانال. اوصف لي الهافيرجن كانال، اكتب الاغنية دي جنبك، جنب الهافيرجن كانال عندك يعني. هو في ايه تحت؟
هي قناة داخلية يبقى لاندو اندوستيا، فيها أكل وشرب الخلية يبقى بلود فيسلز ونيرفز، متوصلة بقنوات عمودية بيربنديكولار اسمها القنوات الفولكمانية فولكمانز كانال، والرسمة عندك في المذكرة. رقم 2 السنترال كانال محاطة ببون لاميلي، طبقات من البون عددهم من 4 إلى 20، واخدين هيليكال كورس شكل حلزوني. رقم 4 بين كل طبقة بون والتانية خلايا اسمها اوستيوسايتس، اوصفها لي، هي خلايا فلات موجودة جوه لاكونة ليها بروسيسز اسمها دندريتك بروسيسز، البروسيسز ماشية في كاناليكيولاي، الكاناليكيولاي متوصلة بجاب جانكشن. وظيفة الكوندرو او وظيفة قصدي الاوستيوسايتس انها ريسيف بتستقبل النيوتريشن من الهافيرجن كانال. اخر حاجة بترمي طبقة اسمنت على النظام بتاعك سيمنت لاين بارلل كولاجين فايبرز عشان تقفل على النظام بتاعك وتحمي. اتكلمت عن رقم 1 اوتر سيركمفرنشال لاميلي، قلت لك اوتر يبقى تحت البيري اوستيوم اوتر موست، لاميلي يعني ارنجد ان لاميلي. رقم 2 الهافيرجن سيستم، وظيفة الهافيرجن سيستم يا عزيزي انه بيكون الديافيسز، بيكون الشافت بتاع العظمة، بيكون اقوى جزء في العظمة. وكيف لا وانا قايل لك ان الكومباكت بون اماكن وجوده الشافت بتاع اللونج بون، الديافيسز بتاع العظمة. يبقى اتكلمنا عن 5 نقط في الهافيرجن سيستم، وقلت لك ان الوظيفة بتاعته فورم الديافيسز، بيكون الشافت بتاع اللونج بون. الطبقة رقم 3 اسمها انترستيشال لاميلي، الانترستيشال كلمة انترستيشال يعني ان بتوين، ده دي موجودة ان بتوين الهافيرجن سيستم، من النظام ده اسمه هافيرجن سيستم، جنبه نظام تاني هافيرجن سيستم تاني خلاص، جنبه هافيرجن سيستم تاني بالشكل ده. وانا قايل لك ان القنوات اللي بتوصل الهافيرجن سيستم ببعضها، القنوات اللي بتوصل الكانال الهافيرجن كانلز ببعضها كان اسمها فولكمانز كانال، بتبقى بالشكل ده يا عم. يبقى القناه دي عموديه دي ولا مش عموديه؟ النظام بتاعك اهو هي عموديه على النظام، بيربنديكولار اسمها فولكمانز كانال. بين النظام ده والنظام ده طبقة اسمها انترستيشال لاميلي، طبقة فايبرز كده مرصوصة في طبقاته خلاص. يبقى الانترستيشال لاميلي موجودة ان بتوين، لان كلمة انترستيشال يعني ان بتوين، ده موجودة ان بتوين الهافيرجن سيستم. اخر طبقة تحت خالص اسمها انر سيركمفرنشال لاير، الانر سيركمفرنشال لاير موازية للاندوستيوم لاخر طبقة تحت تاني. سريعا جدا قلت لك ان الكومباكت بون عظمه ناشفه، كلمه ناشفه طلع لي منها سهمين، السهم الاول انها هارد اورجانيزد، ده التعريف. السهم الثاني الاماكن موجوده ناشفه، يبقى الاماكن اللي محتاجه سبورت اند سترينث، فور سبورت اند سترينث المكان الاول اكتر مكان معرض للضغط في العظمه هو الشافت، يبقى شافت في لونج بون، والانر والاوتر تيبلز اوف فلات بون، ده كله طلعناه من كلمة ناشفة. كلمني عن الاستراكشر لو سألك، ما هو البون ما هو قصدي الكومباكت ما هي إلا بون، والبون ما هو إلا كونكتف تيشو، طبق كشري اهري، لازم تقول له البريوستيوم والاندوستيوم وتشرح حاله، أنا كاتب لك في المذكرة وأنت عارف الفرق بينهم لازم تشرحها خلاص. بعد كده كلمني عن الاستراكشر الداخلي الانر استراكشر، لازم تقول له بين البريوستيوم والاندوستيوم يوجد 4 طبقات، الطبقه الاولى اوتر سيركمفرنشال لاميلي، ده الاوتر موست لاير بارلل تو بريوستيوم، لاميلي يعني طبقات، يبقى ريجولارلي ارينجد فايبرز. النظام الثاني اسمه هافيرجن سيستم، وظيفته بيكون الشافت، بيكون الدايفيسس، وهتتكلم عن 5 نقط. اول حاجه قناه سنترال اسمها هافيرجن كانال على نفس الاسم. رقم 2 محاطه ب 4 إلى 20 طبقه من البون، بون لاميلي. رقم 3 البون لاميلي واخد هيليكال كورس. رقم 4 بين كل طبقه والتانيه خلايا اوستيوسايتس ووصفها له. رقم 5 بترمي طبقه اسمنت عشان تحميلك النظام بتاعك. الطبقة الثالثة كانت انترستيشال لاميلي، وكلمة انترستيشال يعني ان بتوين، ده موجودة ان بتوين الهافيرجن سيستم. الطبقة الرابعة والأخيرة كانت inner circumferential lamelli، ده parallel to endosteum، أنا عندي الاندوستيوم أهو.
الطبقة موازية للإندوستيوم كما كانت الأوتر موازية للبريوستيوم. خلصت الحصة. النوع الثاني من العظم اسمه سبونجي بون، عظم اسفنجي، اسمه الثاني ترابيكولار. كلمة ترابيكولار يعني لخبطيطة، كلمة ترابيكولار يعني لخبطيطة، خلاص مفيش نظام. كلمة ترابيكولار يعني مفيش نظام. لو انت هنا سميته كومباكت عشان كان منظم بها فيرجن سيستم، فده ترابيكولي لخبطيطة عشان ما فيهوش هافيرجن سيستم، ما فيهوش نظام. خلاص كده يبقى الترابيكولار بون من اسمه لما تيجي تتكلم عنه، وان شاء الله مش هتحتاج تتكلم عنه لانه مش هينزل لك سؤال. خلاص الترابيكولار بون لازم تقول له دي عبارة عن ترابيكولي، عبارة عن تراكيب. كلمة ترابيكولي يعني تراكيب، انا مش عارف يعني ايه تراكيب، خلاص بس هي لخبطيطة، عبارة عن حاجات متلخبطة كده. حتى بص في الرسمة عندك في المذكرة هتلاقي حتة طالعة كده وحتة طالعة كده وحتة طالعة كده، لخبطيطة. يبقى ترابيكولر هو عبارة عن ترابيكولي بروجيكتنج فروم، بتطلع من الانر سيرفيس اوف كومباكت بون، هي دي بس اللي انا عايزها. يبقى هي عبارة عن ترابيكولي، جاية من كلمة ترابيكولر، جاية من الاسم، بروجيكتنج فروم انر سيرفيس، طالعة من الانر سيرفيس بتاع الكومباكت بون. وطالما الانر سيرفيس يبقى لايند باي اندوستيوم، كلمة انر يعني اندو اصلا. يبقى عرف لي الترابيكولار بون او السبونجي بون او اسمها التالت كانسيلا سبون. هتقول له انها عباره عن ترابيكولي بروجيكتنج فروم انر سيرفيس اوف كومباكت بون، طالعه من الانر سيرفيس بتاع الكومباكت بون، من قلب الكومباكت بون كده بيطلع الترابيكولار بون. وكلمه انر يعني اندو، يبقى لايند باي اندوستيوم. قال لك الفرق بينها وبين الكومباكت بون انها نو هافيرجن سيستم. امال مين اللي لامم الخلايا؟ ما الهافيرجن سيستم هنا كان لامم لك خلايا اسمها اوستيوسايتس، مين هنا اللي لامم الخلايا؟ قال لك الخلايا arranged in branching trabeculae. مش هي اصلا عبارة عن trabeculae، عبارة عن تراكيب كده بتبقى بالشكل ده، عظمة طالعة كده وعظمة طالعة كده وعظمة طالعة كده، خلاص arranged in trabeculae اللي هو ما لخبطيطة. الخلايا بتبقى موجودة in between الترابيكولي دي بالشكل ده. انا مش محتاج منه حاجة، نو هافيرجن سيستم. امال مين اللي لم الخلايا؟ الخلايا مرميه عندك، انا هحتاجك في ايه؟ الخلايا مرميه في وسط البرانشنج ترابيكول. اماكن وجوده لو الكومباكت موجود فيه اكتر اماكن محتاجه سبورت وسترينس زي الشافت اوف لونج بون، يبقى ده موجود في الابيفيسز اوف لونج بون، في الاند اوف لونج بون. حضرتك فاكر الرسمه اللي كانت موجوده، العظمه اهي، الجزء ده اسمه ابيفيسز والجزء ده اسمه ديافيسس اللي هو الشافت. يبقى الترابيكولار بون لو الكومباكت موجود في النص في الشافت، يبقى الترابيكولار بون موجود على الاند في الاطراف اللي هي اسمها ابيفيسس. لو الكومباكت موجود في الانر والاوتر تيبل اوف فلات بون، فالترابيكولار موجود في العكس اللي هو السنتر اوف فلات بون. يبقى انا بذاكر الكومباكت والترابيكولار ده ولا يلزمني في حاجه، لان انا لو جالي سؤال في الامتحان قال لي ترابيكولار بون، ده من كلمه ترابيكولار هقول له يبقى دي عباره عن ترابيكولي بروجيكتنج فروم انر سيرفيس اوف كومباكت بون، انر يعني اندو يبقى لايند باي اندوستيوم. ايه الفرق بينه وبين الكومباكت بون؟ نو هافيرجن سيستم. امال مين اللي لامم الخلايا؟ قال لك موجوده انسايد برانشنج ترابيكولي. اماكن وجوده، انا حافظ اماكن وجود ده في الشافت والانر والاوتر، هنا هيبقى الاند اللي هي الابيفيسز، وفي السنتر بتاع الفلات والاريجولار بون. كده انت خلصت حصه النهارده، اشوفكم على خير الحصه الجايه. تشاو.